بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل اليوم الكلام على أجهزة فصل الـ Particulate Matters، وهنتكلم على السيلف انديوست سبراي تاورز. وده زي ما نشوف هذا الجهاز اللي قدامنا، عندنا الهواء بيخرج بيرتطم بسطح الليكويد اللي موجود عندنا، فهذا الارتطام بيدفع البارتكلز انها تيجي الى البافز الحواجز اللي موجودة عندنا، وبالتالي بيتجمع جزء عندنا بالماء اللي موجود عندي في البول فبنقول air impinges on liquid surface then on bubbles. The particles are initially captured in pool of water by direct interceptions or interior impingement. Some water is atomized into a spray droplet which aids collections. اللي هتؤدي الى عملية التجميع عندنا. بلاقي عندي ال water circulation rate is low and water is primarily required to replace evaporation losses. Droplets القطرات عندنا are formed by breaking sheet of liquid or by impinging on pool water. الكوليكشن افشنسي كفاءة التجميع عندنا تساوي 1 ماينس اي اس ماينس ان تي اللي هي الاكسبوننشال ان تي، حيث الان تي زي ما قلنا النمبر اوف ترانسفير يونت، ودي كمية لا بعدية. هنستكمل كلامنا على الامبنجمنت بليت سكرابرز. هنتكلم على الفنشوري، وهنتكلم على الفنشوري جيت، وهنتكلم على مزايا وعيوب الويت سكرابر ان جنرال. لما نيجي نشوف الفنشوري سكرابر، فكرة الفنشوري ايه؟ احنا عندنا كلنا عارفين شكل الفنشوري اللي هو الشكل اللي قدامنا ده، بيبقى عندي الكروس سكشن بيضيق لحد ما يسمى المقطع اللي هو بتاع السرعات عندنا، وبعدين بيبدا السكشن تاني يتسع. فانا بنعمل ايه عشان اعمل اكسلريتنج از ذا سروت؟ احنا عارفين ان الفنشوري سكرابر از بيست اون جاز اكسلريتد از سروت. لما الجاز اكسلريتد از سروت وانا هخلي النوزلز وقطرات الميه رشات الميه ترش في المنطقه اللي هي دي، يبقى انا بزود نسبه التجميع عندي. يبقى انا عندي الفكره من استخدام مثل هذا الجهاز ان انا بعمل جاز اكسلريتد از ذا سروت. الاتومايزد ووتر دروبلت ادد ات سروت از سبراي اور جيت كولكت بارتكل. يبقى انا عندي هنا ادى الديرتي ال داخل، وبعدين الميه داخله من هنا هتخش على المنطقه اللي هتعمل الرشاشات، وبعدين الهواء اللي هيطلع عندي هنا بعد ما شلنا منه بعض الجسيمات عندنا. الكومبايند افكت بتوين سايكلونيك كولكتورز تو ديس انجيج ووتر دروبلت فروم اير ستريم كان بي ان انا اعمل هذا الكومباين. الجهاز ده بيحصل فيه بريشر دروب كبير، احنا عندنا لما السرعه بتزيد هنا البريشر بيقل، فبيحصل عندي بريشر دروب في هذا الجهاز. لما اجي اشوف الكروس سكشنال اريا اوف جاس فلوريت از دراستيكالي ريديوسد از ذا ثروت اوف ذا فنشوري سكرابر سو ذا تشينج اوف ذا وول جاز كامين كونتاكت ويز ووتر از مور. الفكرة ان معادلة اكسليشن زودت المومنتم اللي هو الماس في الفلوستي of the dust increases rapidly as the throat and hence the dust gets thrown out. طب لما المومنتم زاد وبيزيد تغير كبير، اصبح عندنا انه كمية الدست اللي هتترمي كبيرة او اللي هتفصل كبيرة due to momentum difference between dust and gas. طبعا زي ما شفنا الجاز بريشر دروب از مور ان فنشوري سكرابر از كومبيرد تو هولو سكرابر. يبقى لما اجي اشوف عندنا هنا البريشر دروب هلاقيه كبير في مثل هذا الجهاز. طيب احنا بنحسن برضه، فهنستخدم نوع تاني اسمه فنشوري جيت سكرابر. الفنشوري سكرابر زي ما احنا نشوف الفكره اللي قدامنا عندنا، ادى عندنا الديرتي اير، وده عندي هنا المية،
انا بحط هنا النوزلز اللي موجود عندي اللي هتعمل رشاشات عندنا، فيبقى انا عندي هنا المية هتندفع بقوة هنا وهتنزل تاخد الجسيمات اللي موجودة عندنا وانزل الى القاع عندنا وارجع اسحب تاني المية اللي موجودة عندي، وهنا بيطلع الكلين اير في هذا الاتجاه. يبقى used for foam scrubbing high pressure water atomized from jet nozzle into throat of venturi which induces the flow of the gas to be scrubbed. انا عندي المضخه هنا بتطلع لي الميه مندفعه بقوه وبالتالي بتخش في النوزل والكروس سكشن ايريا بتاع النوزل يزيد، يبقى سرعه النوزل الميه اللي خارجه قويه جدا بتقدر تلتقط كميه من الجسيمات اللي موجوده عندي. لما نيجي نشوف مزايا the advantages and disadvantages of wet scrubber، اول حاجه ايه هي مزايا الويت سكرابرز اللي هي اجهزه غسيل الهواء الرطبه؟ اول حاجه low initial cost. low initial cost يعني انا عندي الكوست بتاعتنا قليله. ability to collect particles and gaseous pollen، بيقدر يعمل التقاط للبارتكل والجاسيوس بولن ايضا. no secondary dust sources. ability to handle high temperatures and high humidity، يعني بيقدر يلتقط الجسيمات اللي عندها درجه حراره عاليه وايضا الجسيمات اللي هي بتحمل بعض الرطوبة. احنا ايه المشاكل اللي بتقابلنا في مثل هذه الاجهزة نتيجة نبع عملية رش مية؟ اول حاجة الكوروجن بروبلمز، ايه اللي مشاكل التآكل. في برضو عامل خطير جدا هنا بالنسبة لمثل هذه الاجهزة اللي هو الفريزنج ان كولد كلايمتس. في بعض الدول اللي بتصل فيها الحرارة تحت الصفر او اقل من الصفر انا مش هقدر اشغل مثل هذه الاجهزة بسهولة لانه المية هتتجمد. كذلك ان انا عندي في هاي بريشر دروب اند باور كونسامشن، يبقى انا عندي هنا في نسبه البريشر دروب عاليه وكذلك الباور اللي استخدمها في عمليه الاتوميزيشن بروسيس. فيبقى انا عندي هنا ده مثل هذه الاجهزه اللي هي بنسميها اجهزه غسيل الهواء اللي هي الويت سكرابر. ان شاء الله المحاضره القادمه نستكمل باقي هذا الموضوع وهو موضوع فصل البارتيكوليت ماتر من الجاسوس وطرق التحكم فيها.